يا مرحبا بكم، معاكم خلود النيادي، مشاركين في من شركة محصول والمزارع العالمية في مهرجان فواكه الدار في قسم جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي. محصول هي شركة مختصة بإنتاج الخضروات، منها الكوسة والباذنجان والطماط بأنواعها والكابس اللي هو الفلفل الحلو. أما بالنسبة لجلوبال فان، مختصين في زراعة الفواكه منها الاستروبري، الرازبيري والبلاك بيري والبلو بيري. مرحبا بكم عندنا في بوث محصول المزارع العالمية، وحياكم الله.